صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن فن. فيديو النهارده فيديو ان شاء الله ممتع، انا متحمسه ان انا اعمله بقالي كتير قوي. النهارده هنتكلم عنه وهنرسم لوح كتير ان شاء الله بالاويل باستل. احلى حاجه في الباستل عامه هو انه مش محتاج فرهده خالص، يعني عندكم الالوان، عندكم ورق، عندكم نفسكم وبصوابعكم وخلاص كده احنا خلصنا. تقدروا تاخدوه وتستخدموه في اي مكان، تستخدموه في اي وقت، مش محتاج بقى وسيط، مش محتاج ميه وزيت وترابنتين، مش محتاج اي حاجه خالص. فتعالوا بقى من غير كلام اكتر من كده نبتدي على الفيديو. اولا سريعا كده هنشرح بس هو ايه الاويل باستل دول اصلا. الاويل باستل عباره عن ثلاث حاجات ممزوجه ببعض. اول حاجه هو البيجمنت اللي هو بودر اللون، وتاني حاجه هو الواكس او الشمع، وتالت حاجه هو الزيت. اللي بيحصل هنا ايه؟ ان احنا لو زودنا مقدار الشمع هنلاقي ان الالوان احساسها بقى خشن وماسكه نفسها اكتر وتنفع اكتر في الرسم والاوتلاين، ولو زودنا الزيت اكتر هنلاقي ان الالوان بقت اطرى قادره تبلند او تمتزج بطريقه احسن، ونتيجتها بتبقى اشبه بالوان الزيت. بصوا بقى انا معايا نوعين، ماركتين من الاويل باستل. اول واحد اللي انا وريته لكم اللي احنا جربناه سوا اللي هو جوي تيتي تقريبا في فيديو المنتجات. لو ما اتفرجتوش على الفيديو ده روح اتفرج عليه، انا هحطه لكم في الديسكربشن في اول كومنت. والنوع الثاني اللي انا جبته مؤخرا هو الفابريكاسل. انا جربت الفابريكاسل في السوفت باستل وهو كويس قوي فيه، فقلت ان شاء الله يبقى عاملينه كويس برضه في الاويل باستل، بس هنجربه مع بعض لاول مره النهارده. هنرسم مع بعض بقى كذا لوحه، هنقعد نجرب الستايلات، يعني مش عارفه هنعمل ايه بالظبط بس هنلعب بيهم. يعني اول لوحه بقى هنعملها ان شاء الله هيبقى بورتريت، وانا فيها عايزه احاول استنسخ طريقه او ستايل فنانه اسمها فيكتوريا مليار حاجه كده. يعني ده كل اللينك بتاع الانستجرام بتاعها. بينا بقى هنبتدي على اول لوحه. اول حاجه بتبتدي بيها الفنانه فيكتوريا هي ان هي تعمل اوتلاين بالقلم الرصاص. يعني انا تقريبا سرحت شويه قعدت اظلل بس مش محتاجين نعمل كده خالص. وبعد كده بقى قعدت انقي شويه الالوان اللي انا هستخدمهم في اللوحه، وده حاجه مش محدده، ده تبع ذوقكم انتوا واختياراتكم. وبعد كده بنتقل ان انا ابتدي اعمل سواتشز على ورقه بيضاء زي ما انتوا شايفين، وهي درجات الالوان اللي انا حبيتها بحطها جنب بعض، واشوف بقى وانقي ايه الاحسن وايه اللي انا هحطه ايه اللي انا هشيله. وانا كنت بتخانق انا مع اختي عم اقول لها لا ده احلى ده احلى كده لغايه ما قررنا على الالوان دي في الاخر. بعد كده بقى ندخل على مرحله التلوين. يعني عايزه اقول لكم ان هنا انا ما كنتش عارفه بصراحه انا بعمل ايه، بس بحاول اعمل حاجه. قلت ان انا هبتدي بس في الاماكن التظليل على اساس انها دي بدايه كويسه ومن خلالها هتنقل في اللوحه. كنت بحاول برضو اتعود على مسكه الاويل بس لنفسها، لان انا يعني في العاده بشتغل بالاقلام او بالفرش فببقى بعيده شويه عن اللوحه نفسها. بس انا رجعت ابص على شغلها ولاحظت انها بتدي مساحه من اللون الاساسي اللي اختاريته للوش، فحاولت اعمل كده. فرجعت امسح بقى اللي انا عملته عشان يبقوا كلهم ماشيين على تكنيك واحد. وده الحلو كمان في الاويل باستل ان هي بتتمسح عادي جدا، مش احسن حاجه مش هتتمسح على الاخر بس هتتمسح بمفيه الكفايه ان انتوا تعدلوا. وبرده براعي جدا ان هي بتشتغل بالكونتور هاتشنج، يعني بتعمل خطوط التظليل بكيرفات كده بتبين فيها من حنايات الوش. وبعد كده بقى بندخل على التفاصيل وعلى الاجزاء اللي فيها شادو وبتبينها اكتر. تمام، احنا بقينا في اليوم الثاني وانا ما كملتش الرسم بصراحه عشان انا حسيت ان انا لسه مكلبشه قوي. يعني انا لسه بجرب خامه جديده، عايزه ادي لنفسي مساحه من الحريه كده ان انا بس بجرب. ففكره ان انا ابتدي بالبورتري اللي هو انا مركزه جدا على النسب وعلى ان انا اظبط اماكن الظل والنور، غير طبعا ان انا بحاول استوعب الستايل او التكنيك بتاع الفنانه اللي انا بقلدها، فكل ده حسيت ان هو اوفرويلمنج كده، او يعني كتير قوي عليا ان انا لسه بحاول اصلا اجرب وافهم واحس بالخامه في الاول. قلت خلاص انا هتجه ان انا ارسم حاجه تانية، حاجه ابسط. عاده احنا نبتدي فعلا خامه جديده بنبتدي دايما ان احنا نرسم طبيعه صامته، بس انا قلت بقى ان انا هرسم بقره. انا مبسوطه ان انا هرسم بقره قوي.
وانا بحب البقر قوي بصراحه، يعني امنيه من اماني حياتي ان انا ارسم بقر لايف يبقوا موجودين قدامي كده بيلهوا ويلعبوا وياكلوا وانا اقعد ارسمهم. فشفتها بقى وهي صوره عسله قوي، قلت بقى ايه تعالوا نجرب فيها ونشوف اللي هيحصل. طيب ماشي، احنا كده خلصنا البقرة. انا مبسوطة بيها والله، شكلها عسول. وحاجة كمان بقى، انا بصيت على اللوحة اللي انا عملتها الاولانية، حسيت ان في حاجتين انا يعني ايه مش ظبطاهم فيها. الحاجة او المشكلة الاولى هو ان انا مكنتش ظبطة الالوان قوي، يعني حاسة ان انا مختارة الوان لطيفة بس مش حاساهم منسجمين مع بعض قوي، فاهماني؟ المشكله دي احنا بنقع فيها كتير لو انتوا اللي بتقرروا الوان لوحكم مش بتنقلوا الالوان. يعني مثلا لو انا شغاله على ريفرنس وهعمل نفس الالوان اللي انا شغاله بيها، لون البشره من دي على احمر احط انا شويه احمر من دي مش عارفه ايه، دي حاجه انت بس بتحاول تكون اللون اللي انت شايفه ده، بيجي من تدريب وممارسه كتير. بس الفكره هنا ان انا لا، انا بختار الالوان اللي انا هشتغل بيها من دماغي. لسه انا مش احسن حاجه في الموضوع. اختي اقترحت عليا اقتراح جميل قوي. الاقتراح بتاعها هو ببساطه كده، اول لما تتزنق اتجه للطبيعه. يعني احنا دلوقتي مزنوقين باختيارنا للالوان، فخلاص روح دور على منظر طبيعي، تمام؟ او دور على حيوانات، دور على ورد او نباتات، شوف الالوان اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها او كونها بيها واختار الالوان دي عشان تبقى مع بعض، تمام؟ فلقيت الصورة دي للعصفور، ده شكل عصفور قوي. الموبايل الله خلاص. فلوحة العصفور دي الالوان بتاعها جميلة جميلة جميلة، يعني عجبني كمان ان فيها غمقان وفي فتحان. حاجة الوان غامقة، يعني الاسود موجود، الكحلي موجود، بس في الوان مترقعة برضو، يعني عاملة شوية حيوية زي لون البرتقالي، تمام؟ فطلعت الالوان اللي انا شايفاها فيه وحطيتهم قدامي من الالوان اللي عندي، قلت دول اللي انا هستخدمهم. ده حل اختي للمشكلة الاولانية، خلاص احنا حليناها الحمد لله. فيها المشكلة التانية بقى، رحنا في حتة تانية، واللي انا شايفة ان انا تقديري للقيم بتاعت الالوان او الفاليوز، قيمة اللون هو درجة فتحانه او غمقانه. فانا حاسة ان انا الالوان اللي انا اخترتها كانت قريبة قوي من بعض، يعني حاسة انها هي الوان وسطية كتير، مفيش تنوع، مفيش غوامق وفواتح ووسط، فقادرة استخدمهم كده عشان تعملي اماكن ظل ونور، فيخلي اللوحة مش فلات قوي كده، فاهميني؟ فهقول لكم على تكنيك كده لطيف قوي وسريع ممكن نستخدمه في اي لوحة في الدنيا عشان نظبط فيها الحتة دي، وهي طريقة الثامنيل او الرسومات. صور، هي الثامنيل هي صورة مصغرة بس احنا بنرسم رسمة كده صغيرة جدا، تمام؟ بنحدد فيها القيم بتاعت الصورة اللي هنرسمها، يعني بنخليها مختصرة تماما، احنا ما بنحطش تونات كتير، بنقتصرها مثلا على 3 او 4 تونات، في منها واحد غامق، 2 وسط، وواحد فاتح، وممكن واحد يبقى لون الورقة نفسه يبقى ده افتح فاتح مثلا، عشان بس نحاول نركز ونستوعب بالراحة كده فين الفواتح اللي في اللوحة وفين الغوامق. وبعد كده عملت ايه؟ حطيت كل الالوان اللي انا هستخدمها في اللوحة قدامي،
ماشي، وصورتها صوره على الموبايل وجبت الايديت اللي في الموبايل وخليت الساتوريشن اقل حاجه عشان تبقى الصوره ابيض واسود. فابتدي اعرف الالوان اللي عندي دي ترتيب القيم بتاعتهم ايه، يعني ايه اغمق لون وايه افتح لون. احنا عينينا بتجيب ان اللون ده اغمق من اللون ده، بس في الوان كده ما بنعرفش نقيم قوي ان هو ده افتح شويه من ده، ده اغمق شويه من ده. بس الحركه دي بتخلينا نستوعب انهي، يعني هي حركه ايه مفروض نستغنى عنها بعدين، بس في الاول كده خلينا نعملها لغايه بقى مع الممارسه ان شاء الله نبقى قادرين نقيم ونستوعب اني افتح بعينينا كده. تمام، عملت الحركه دي، بعد كده رجعت بقى رتبتهم تاني كده على جنب وحطيت بقى على حسب تقييمي للفاليوز اللي انا رسمتها بالرصاص في الاول في الثامنيل، حطيت عليها الالوان الغامق على الغامق، الفاتح على الفاتح، الوسطي فاتح على الوسطي فاتح، فاهميني؟ وده ساعدني شويه ان انا استوعب اللوحه النهائيه هيبقى شكلها عامل ازاي، خلى عندي حاجه كده بترشدني طول ما انا شغاله في اللوحه بقى اللي هي الاساسيه بتاعتي. وبس كده، ده اللي انا عملته. تعالوا بقى نبتدي اللوحه ونشوف هنعمل فيها ايه. انا شايفه ان اللوحه ماشي كويسه، يعني حاسه ان هي احسن بكتير من اللوحه الاولانيه، والحركه اللي انا حكيت لكم عنها دي فعلا خلت الموضوع اسهل بكتير، وايدي اخدت اكتر على الالوان، وهي ممتعه والله جدا. هو بس برضو اي حاجه في الاول كده بنزقها يعني لغايه بقى بنتعود عليها وبنفهمها اكتر واكتر، فاهميني؟ بقى دلوقتي هنعمل ايه، هنقعد نعمل سكتشات كده. عايزه يعني ايه اخد راحتي اكتر واشوف انا كساره هعمل ايه بالستايل بتاعي، او انا مش هفكر يعني بصراحه، انا هرسم واللي هيجي معايا هنكتشف بقى هنوصل لايه. فلو انت عندك الالوان دي معاكم ممكن تجيبوها، وانا هحط برضو الريفرنس تحت كده من شغاله، ممكن تشتغلوا معايا كده ونقعد نرسم سوا. Explain.
عايزه اقول لكم ان انا في اللوحه دي واللوحه اللي قبلها كنت برسم فيهم بحريه كبيره، لان انا ما كانش فارق معايا بصراحه حاجه. لما بنرسم لوح بتاخد مننا وقت كبير، بنفضل خايفين دايما واحنا شغالين فيها لحسن تبوظ، فمش بنحاول نجرب حاجه جديده. هنا حصل العكس بقى، اللوحه بتاخد وقت قليل جدا، فلو باظت انا مش هزعل، يعني مش هزعل على 14 دقيقه اللي راحوا مني. بجد فعلا الخوف هو اللي بيقتل الابداع، والاويل باستيل ادتني المساحه اني ما بقاش خايفه. جرب بقى ظل بشكل مختلف او الوان يعني شايفاها مش منطقيه او مش عارفه هتودينا على فين، وانا شايفه ان دي حاجه اكيد هتاثر بالايجاب على فني وعلى طريقه رسمي. اوكي كده احنا خلصنا عملنا رسومات كتير، وانا استمتعت وانبسطت بصراحه، يعني الموضوع ممتع. وعايزه اقول لكم ان احلى حاجه بجد في الاويل باستيل زي ما انا اتكلمت ان هي حاجه سهله تتنقلوا بيها جدا. يعني عندكم السكتش بتاعكم زي ما انا شغاله السكتش بتاعي، الالوان حطوها في الشنطه بتاعتكم وروحوا بقى في اي حته، اقعدوا على القهوه في وسط البلد، روحوا بيكنيك مع اصحابكم. ممكن في ناس بتروح ترسم بالالوان المائيه مثلا في جنينه او كده، دي الوان هتبقى اسهل من الالوان المائيه كمان عشان مفيش بقى ميه ودروشه وحاجات. حاجه كمان مهمه عايزه اقولها لكم، ان انتوا لو بتحبوا تعملوا كولر ستادي او دراسه للالوان قبل ما تبداوا اللوح، الاويل باستيل بالذات مفيده جدا الموضوع ده، لان هي بتدي شويه احساس الوان الزيت بس اسرع بكتير طبعا. يعني كل اللوحه اللي انا عملتها دي كانت عباره عن 11 دقيقه 15 دقيقة. دقيقة تلت ساعة بالكتير. فتقدروا قبل اي لوحة تعملوا ايه؟ تجيبوا ورقة زي دي، تمام؟ ورقة دي صغيرة يعني ايه فور، تقسموها اربعة ماشي، وتجربوا على كل ربع فيهم اللوحة اللي انت بتعملوها بالوان مختلفة. يعني هنا اجرب اعمل لوحة باخضر واحمر، هنا لا عايزة اعملها مونوكروم بتاتش بنفسجي، هنا مش عارفة ايه. تقعدوا تجربوا لغاية ما تشوفوا اني بالنسبة لكم احسن. او عامة يعني في حاجات كتير انا ببقى عايزة بس اعمل لها زي ما بقول لكم دراسة لونية كده من بعيد، شجرة عجباني مش عايزة اعمل لها لوحة، بس عايزة اشوف انا هطلع الوانها ازاي، فبرضو ممكن نستخدم الاويل باستيل في الموضوع ده. اتمنى اكون شجعتكم شوية ان انتوا يعني ايه تجربوا الاويل باستيل، لان هو لطيف ورخيص. استنوا، عايزة انت كويس اني فكرتيني، ايه الفرق ما بين فابر كاسل وما بين جوي تيتي ده اللي انا جبته؟ انا مش شايفة ان في فرق كبير خالص. فابر كاسل بس فيه الزيت اكتر فبيندمج احسن وقطرة كده، بس انا حسيت ان هو شفاف اكتر. التاني لا مش شفاف قوي كده واخشن، يعني حبيبياته كده بتبان اكتر، فاهميني؟ حاسه ان هو نتيجته حلوه والوانه كانت اكتر وتقريبا كان ارخص من فابري كاسل. فانا لو هروح اجيب بصراحه هروح اجيب الجويتيتي دي، جويتيتي اسمه حاجه كده يعني. وبس كده وبس، خلاص كفايه كلام. الفيديو ده كان رغي طويل قوي. اتمنى تكونوا استمتعتوا او استفدتوا بيه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. سلام.